السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم مجالسات. نلتقي بعد هذا الفيديو إن شاء الله. أشاينا من حين مليلة سبع أيام على رجلنا أصلنا لجبال كمبينا فرنسا تركنا لنا البط وغاز كنا رجلنا كرتوش قطة صدرنا رجال يموت وبلا يشد فينا رجال تموت بلا يشد فينا واسمح لي هاي الأمم الرفال على كتفيا الجمال على عينيا الجمال على عينيا الموت الموت على وطنيا أواطن يا رها اللي بكت في شهر رمضان اللي فات سامعت سعيدة وبكت قالت وخيل مات ما تبكيش هاي عينيا ما تبكيش على ابن الشهيد ابكي على ضحكين بيعدين ولا حجر رومين. السلام عليكم مرة أخرى. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه. بسم الله الذي جعل التدافع بين الحق والباطل سنة من سنن الحياة، فتعهد بنصرة الحق وأصحابه مهما ضاقت بهم الدنيا ودحر الباطل وأصحابه. بالأمس كان بهذه الأرض المباركة رجال مباركون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عقبة بن نافع، أبو المهاجر دينار، رويفع بن خديج الأنصاري، موسى بن النصير، طارق بن زياد وغيرهم ممن حملوا الرسالة وأدوا الأمانة وأفضوا إلى ربهم راضين مرضيين، تاركين وراءهم رجالا حملوا لواء الدين فردوا عنه وعن أرضه كل معتد. فكان منهم العربي بن المهدي، علي لابوانت، حسيب بن بوعلي، العقيد عميروش وغيرهم من أبطال الجهاد الأكبر في نوفمبر 1954، فكانوا خير خلف لخير سلف. وها نحن اليوم نتسلم رسالتهم لنكمل المسيرة، فنسأل الله أن نكون ممن صدقوا ما عاهدوا عليه وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله حامل لواء الإسلام ولواء الحمد في الآخرة. أما بعد، لماذا جاء المسلمون إلى بلاد المغرب؟ هل جاءوا فاتحين أم غازين؟ ما الفرق بين الفتح والغزو؟ كيف كان الفتح الإسلامي في بلاد المغرب؟ من هو طارق بن زياد؟ ما قصة مسجد أبو مهاجر دينار بمدينة ميلا؟ كيف كان الفتح الإسلامي لمدينة سطيف؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم الدكتور رضا بن نية، أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة محمد دباغين سطيف. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. لمن لا يعرف الأستاذ رضا، فهو من مواليد 1977، حاصل على رسالة الماجستير سنة 2006 بعنوان صنهاجة المغرب دراسة اجتماعية بجامعة قسنطينة وهو مطبوع، رسالة الدكتوراه بعنوان أشراف المغرب الأوسط خلال العصر الزياني بجامعة قسنطينة كذلك، وله العديد من المقالات منها مقالة مقاومة بربر المغرب الأوسط للفتوح الإسلامية مقاربة منهجية إحصائية. الأمور المرتبطة به كما سنتطرق إليه إن شاء الله. الفتح الإسلامي كان بدايته في، ما أذكر أستاذ، في القرن في العام 22 هجري على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. كيف بدأ هذا الفتح أستاذ؟
كيف بدأ هذا الفتح؟ قبل ما نتطرق للفتح، بداية الفتح، أنا أريد أن أضع مجموعة من المحددات لأنها ستساعد على الفهم فيما بعد. من بين هذه المحددات عندما أقول الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، شمال إفريقيا مصطلح معاصر أو حديث إن صح التعبير، ومن ثم فإن الأسلم أن نقول إفريقيا أو المغرب، لأن المنطقة قبل الفتح الإسلامي كانت مقسمة إلى مقاطعات، إفريقيا البروكونسولية، نوميديا بشقيها، وكذلك موريتانيا بأجزائها الثلاث. في المصادر العربية والإسلامية ماذا نجد؟ نجد اسم إفريقيا من برقة إلى طنجة، ثم بعد ذلك عوضه اسم المغرب يعني في مقابل المشرق. إذن من الأحسن أن نقول الفتح الإسلامي لبلاد المغرب أو لإفريقيا. هذا الضبط الأول. الضبط الثاني، الآن نحن نعرف نقول أنه من سكان الجزائر العرب والأمازيغ. الأمازيغ الآن في الفترة الوسطى لم يكونوا يسمون كذلك. المصادر العربية والمصادر البيزنطية كانوا تسميهم البربر. لذلك نحن تمشيا مع الواقع التاريخي وحفاظا على النسقية سنقول البربر بدلا من الأمازيغ. النقطة الثالثة أيضا المهمة جدا، أن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب يعني في مصادره ينقسم إلى روايات ثلاث. رواية عربية منتصرة يعني تكتب وبانتشاء، ورواية ثانية منهزمة ومنكسرة هي الرواية البيزنطية، يعني كانت منهزمة فقدت لذة وشهوة الكتابة إن صح التعبير. وهناك الصنف الثالث اللي هي الرواية المحلية البربرية، هنا هي تعتمد على الرواية الشفوية، لذلك زالت واندثرت. لذلك نحن إذا أردنا أن نؤرخ لفتح الإسلام المنطقة نجد أنه معظم المادة مرتبطة بالمصادر العربية. عندما نقول المصادر العربية هي كذلك تنقسم إلى أقسام، هناك العراقية وهناك المدرسة العراقية، المدرسة المصرية، المدرسة الأندلسية، والمدرسة المغربية جاءت متأخرة يمثلها المالكي وكذلك الدباغ في كتابه معالم الإيمان. والمحطة الرابع، وهذا مهم جدا ومرتبط بالسؤال الذي كنت طرحته في البداية، يرتبط أنه أن مقاربة الفتح الإسلامي بأفكار ورؤى معاصرة أثر على النظرة إليه وأدخل عليه، أو إن صح التعبير حمل النصوص التي بين أيدينا ما لطقت. إذن الفرقين أن المصادر العربية ممجدة للفتح الإسلامي، والعكس بالنسبة للأبحاث المعاصرة خاصة الاستشراقية والتنويريين حملوا النصوص أكثر من طاقتها وقارؤها، هي نصوص وسطة قرأوها بأفكار معاصرة فأضروا بها، كما سنأتي إلى أمثلة على ذلك فيما بعد. وأنت أستاذ تحدد المصطلحات والمراجع، أعود إلى المصطلح الذي ذكرته كثيرا، التاريخ الوسيط. الوسيط، هل الوسيط معنى نسبة للقرون الوسطى الغربية أم لماذا يقال التاريخ الوسيط؟ نعم. يقال التاريخ الإسلامي مثلا. نعم، بالنسبة للتاريخ الوسط بالنسبة للمسلمين دائما احنا التاريخ الوسط نقسمه إلى قسمين، التاريخ الوسيط الإسلامي والتاريخ الوسيط الأوروبي، حتى نفصلهم البعض. لذلك احنا في مصطلحاتنا في العادة نقول التاريخ الإسلامي، عندما نقول التاريخ الإسلامي مباشرة نقصد به تاريخ المسلمين في العصر الوسيط، يعني حتى سقوط قسطنطينية الأندلس بالضبط غرناطة عام 1492 للميلاد. خاصة أستاذك تكلمت عن التنويريين يتكلمون عن المصطلح، استعمل مصطلح مركب القرسطي من نعم. القرون الوسطى، وكلنا يعرف أن القرون الوسطى كانت عصر الظلام في أوروبا بينما كانت عصر ازدهار في الإسلام. هل لا يمكن أن يكون تداخل بين في المصطلحات وفي سوء فهم عندما نقول العصر الوسيط والعصر الإسلام نختلط مع العصور الوسطى الأوروبيين؟ يعني طبعا الحكم يرجع للشخص المعني، فإذا كان المسلم يقول عصور الوسطى في اعتقاده وفي قناعته أنها قرون الازدهار، أما الأوروبي إذا تكلم وقال القرون الوسطى فهي تعني له التخلف وكذلك سيطرة الكنيسة وسيادة الجهل والإقطاع إلى غير ذلك. إذن الأمر يرتبط بالشخص في حد ذاته، وبالتالي نحن عندما نقول القرون الوسطى الإسلامية المظاهرة والقرون الوسطى الأوروبية المظلمة إن صح التعبير، هكذا. نعود إلى الفتح الإسلامي أستاذ، لماذا جاء المسلمون إلى إفريقيا؟ كانوا في الجزيرة العربية،
جاءوا إلى مصر، لماذا جاءوا إلى الأرض؟ نعم شكرا. بالنسبة للمجيء المسلمين إلى المنطقة مرتبط بالدرجة الأولى بنشر الرسالة الإسلامية، هم يشتركون في هذه النقطة مع جميع المجالات التي خرجوا إليها من أجل تبليغ الرسالة، لأنهم يعتقدون بأن نشر الرسالة أمر رباني ولا بد منه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا أن فتح مصر، أن مصر صارت ثغرا، ولحماية هذا الثغر لابد من تأمين الحدود الغربية للدولة الإسلامية، فكان عليهم أن يوجهوا أنظارهم إلى المنطقة. نقطة ثالثة كذلك أن المسلمين هزموا البيزنطيين في العراق وكذلك في بلاد الشام، ومن أجل قطع طريق أمامهم في إفريقيا، يعني وكأنه إذا أرادوا أن يسترجعوا مصر أو بلاد الشام كان عليهم أن يأتوا من الجهة الغربية، وبالتالي هو قطع للطريق أمامهم في هذه النقطة، دون أن ننسى كذلك هو توسيع لحدود الدولة الإسلامية وكذلك إيجاد موارد بالنسبة لبيت المال المسلمين. لكن النقطة الأولى، إذن هناك جانبان، روحي تعبدي أو نشر للرسالة، وجانب مادي طبعا كغيرها من الدول الأخرى كسلطة دنيوية. قالت أنه حاول نفر من أهل ليبيا التمرد على نظام الإمبراطور البيزنطية وخرجوا إلى مصر وأعلنوا إسلامهم وأعطوا ولاءهم لقيادة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، هل هذا يقصد أن الأهالي اتصلوا بالمسلمين أستاذ؟ نعم، هذا حدث في كثير من المرات، سنأتي عليه. الأمور تحدث عندما يشعر البربر بجور البيزنطيين، كانوا في العديد من المرات يلتجئون إلى المسلمين، وحدث ذلك في حملة معاوية بن حديج سنة 45 للهجرة، وكذلك حدث مرة أخرى مع حسن بن النعمان عندما يعني شكوه من ظلم وجور الكاهنة عندما أقدمت على تخريب المدن يعني من أجل يعني محاولتها صد المسلمين على في اعتقادها أن المسلمين كانوا يريدون المدن والذهب وكذا، فأرادت أن يعني تقطع الباب أمامهم إذا كان هذا هو يعني مقصدهم الرئيس. فمن كلامك أستاذ أن المسلمين تعاملوا مع هذه المنطقة كبعد استراتيجي حماية لظهرهم من الدولة البيزنطية التي هزموها في العراق. أي نعم، يعني كان تفكير استراتيجي لي، لم يكن طمعا فقط ولكن كان استراتيجية دولة. نعم، هناك الجانب الروحي، هناك الجانب الاستراتيجي، هناك الجانب المادي، يعني مجموعة من العوامل مجتمعة، وهذا أمر يعني مرتبط بجميع الدول ليس فقط بالدولة الإسلامية. هذا ما أريد أن أؤكد عليه، لأنه الأستاذ المخالفين يقولون لماذا جاءوا إلى المنطقة ولماذا وهم الإسلام لماذا جاءوا، هل تقصد هل ما قاموا به المسلمون وكان أمرا عاديا في ذلك الوقت؟ كل الدول كانت تعمل نفس الشيء، تتوسع وتحمي ظهرها من العدو من بطبيعة الحال. الآن الأمور السياسية، الأمور السياسية منفصلة عن الأمور الشرعية. الآن الموجه بالنسبة للمسلمين أن المسلمين كان لهم مؤثر شرعي، يعني يؤثر توجهاتهم وسياسات الدولة، وأنها يجب أن لا تخرج عن الأحكام الشرعية التي جاء بها المسلمون، مثل ما سنأتي عليه في إبراز الفرق بين الفتح والغزو. إذا ما دمت سبقتني الحدث أستاذ، المسلمون غزوا إفريقيا بلاد المغرب، أو المسلمون فتحوا بلاد المغرب، ما الذي حدث أستاذ؟ فتحوا أم غزوا؟ وما الفرق بينهما؟ فتحوا أم غزوا؟ الآن في البداية لابد من ضبط المصطلحات. نعم، بما أنه هناك غزو وفتح لابد أن نضبط المصطلحات أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فكرة ثانية. أولا، هذه الفكرة لم تكن مطروحة، وإنما طرحت في مؤخرا فقط في القرن العشرين عندما سادت الأفكار القومية بالدرجة الأولى، فطرح هذا الموضوع. الآن بالنسبة لطرح هذا الموضوع، الغزو و الفتح. الفتح هو عبارة ماذا؟ الفتح هو عبارة عن تنفيذ أمر الله عز وجل في تبليغ رسالته إلى جميع الأقطار لإقامة الحجة على الناس، لكي لا يحتجوا يوم القيامة بأنهم لم يصلهم الدعاة إلى هذا الأمر. والدعوة إلى الإسلام تكون باختيارات ثلاث، إما الإسلام
فإن قبلوه فهم مسلمون كباقي المسلمين الآخرين. نعم. والأمر الثاني هو الصلح. الصلح إذا قبلوا بالصلح فإنهم يدفعون الجزية ويبقون كرعايا في الدولة الإسلامية محتفظين بجميع حقوقهم سواء الممتلكات أو ممارسة الشعائر. إذا رفض الأمران الأولان ننتقل إلى الاختيار الثالث هو ماذا؟ الحرب. إذن الحرب في هذه الحالة تفقد جميع الامتيازات الممنوحة في الأمرين الأولين أو في الاختيارين الأولين. إذن هذا بالنسبة للفتح. الآن عندما نأتي إلى الغزو، الغزو هو عبارة عن ماذا؟ الغزو هو الانطلاق إلى أرض العدو لمباغتته في عقر داره. الآن هذا معنى عام قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. المحمود هو عندما يكون الهدف من هذا الغزو هو نشر الإسلام مثلا مثل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر غزوة. إذن الغزوة في هذه الحالة تقابل الفتح، هي مرادفة للفتح. أما إذا كان الهدف منها هو الاحتلال والسيطرة والنهب والسلب فهو يأخذ شكل سلبي، وهنا نقول إذن الغزو على شكلين، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، لكن الرائج هو المذموم، يعني لأنه معظم الدول لا تؤطرها الأحكام الشرعية في مثل هذه الأمور. إذن الآن الأمر، إذن المقارنة لا تكون بين الفتح والغزو، وإنما تكون بين الفتح والاجتياح أو الاعتداء، لأنه الغزو قد يكون محمودا. إذن كل غزو فتح وليس كل غزو فتح وليس كل فتح غزو. كل فتح، نعم، كل غزو فتح لأنه عام، غزو عام، وكل فتح ليس غزوا. لا لا، ننطلق من ناحية العكسية. كل 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 فتح عبارة عن غزو، غزو لكن بصفته المحمودة، محمودة بصفته المحمودة. العكس لا، ليس غزو ليس فتح، ليس فتح. نعم، في جزئه السلبي ليس فتح. الآن إذا أردنا أن نطبق هذا الأمر على الفتوح الإسلامية في بلاد المغرب، ماذا نجد؟ نجد أنفسنا أمام أمرين، حكم عام وحكم خاص. الحكم الخاص هو ماذا؟ الحكم الخاص أن نأخذ كل حملة على حدة. ماذا نجد؟ نجد أن بعض الحملات خاصة الحملات الأولى، نعم هي أشبه بالفتح السلبي، لكن بشرط لابد أن نقرن ذلك بالنصوص المصدرية. هل المسلمون طرحوا الاختيارات الثلاثة على المناطق التي غزوها أم لا؟ لأنه المؤرخ ليس مطالبا في كل غزوة وحملة يقول أن المسلمين وقفوا على أبواب المدينة وطرح الآن، وكأن الأمر هذا صار بديهيا بالنسبة إليهم. ومن ثم الآن إذا طرحت الاختيارات الثلاثة فالأحكام ستختلف، تختلف. هذا الأمر الأول. أما الحكم العام، الحكم العام إذا وضعنا الحملات أو الفتح الإسلامي ككل في وعاء واحد، ماذا نجد؟ نجد لأنه الآن المحددات الضابطة للفرق بين الاجتياح والفتح، نعم، هي ماذا؟ هي الغاية من الفتح المحدد الأول، الثاني موقف الآخر المغزو من الفتح، والتداعيات المترتبة عن الفتح. الآن لو أنطلق بناحية عكسية، بناحية البرهان بتراجع على إصطلاح أهل الرياضيات، الآن في النهاية المنطقة فتحت في عهد موسى بن نصير استكملة فتحها، إذن المنطقة فتحت. إذا أتينا إلى النقطة التي قبلها، بما أن المنطقة فتحت هذا يعني أن أهل المنطقة قابلوا بالإسلام وقابلوا بالفاتحين. قبول بماذا؟ قبول بالدعوة الإسلامية. إذن الغاية الدعوة إلى الإسلام، موقف الآخر قبل ولو بالتدرج، والنتيجة أن المنطقة أسلمت. لذلك لا حرج أن نقول الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بدلا من الغزو. سأكرر الموضوع أستاذ، وهذا لأن أحد الأساتذة أستاذ دكتور في جامعة من الجامعات الجزائرية طرح سؤال: ما الفرق بين غزو الجرمان لروما والفتح الإسلامي، خاصة معروف الجرمانيين بهمجيتهم وما فعلوا في روما؟
هو لعله هذا إجابة الدكتور الفاضل. نعم، لعله أراد من ذلك الجانب الأمور التي صاحبت بعض الفتوحات، وهذه الأمور لا ننكرها أن هناك نعم بشرية وليست أحكام شرعية، وبالتالي الفتوح الإسلامية للمنطقة كانت مؤطرة شرعيا، نعم فيها بعض التجاوزات هذا أمر لا ننكره، لكن لا يمكن أن نقارنها بشعوب وثنية همجية يعني هدفها الأساسي كان الغزو، لم تكن تحمل رسالة، على عكس المسلمين على وجود بعض السلبيات لكنهم كانوا يحملون رسالة، والنتيجة ماذا؟ أن روما خربت ومنطقتنا عمرت وأسلمت، وشتان بين الأمرين، شتان بين التعمير والتخريب. فما قلت أستاذنا أن هناك تجاوزات، وهذا كما يقول دكتورنا عمار جيدل حتى في عصر الصحابة قال إنه تاريخ بشري وليس تاريخ ملائكة، نحن نتكلم عن أعمال بشرية، أكيد هناك أخطاء تقع، ولكن القاعدة العامة تبقى القاعدة العامة عند فتوحاتهم وأعمالهم مع الغير. أستاذ كيف بدأ الفتح تاريخيا سردا يعني؟ يعني تاريخيا حتى هو طويل يعني مدة طويلة، أنا مر بمراحل، يعني مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى دائما نسميها مرحلة الاستطلاع والاستكشاف، بدأها عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة 21 للهجرة، وتمكن من فتح ليبيا الحالية ما بين 21 حتى 23 للهجرة. ثم بعد ذلك عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تطلع لفتح إفريقيا. عندما تطلع لفتح إفريقيا استشار الخليفة عمر رضي الله عنه فقال له إنها إفريقيا المفرقة الغادرة المغدور بها، ورفض أن يسمح له بفتحها ما دام حيا. قال لا، هذا رد عمر بن الخطاب. نعم. لا، إنها ليست بإفريقيا ولكن المفرقة غادرة مغدورة لا يغزوها أحد ما بقيته. نعم. إذن هنا أجل فتح إفريقيا إلى عهد الخليفة الموالي عثمان رضي الله عنه، استطاع ولي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، إذن استطاع أن يقنعه وجرد حملة ضمت كبار الصحابة، لذلك سميت حملة العبادلة. والعجيب أستاذنا عثمان بن عفان رضي الله قبل أن يعطي الجواب لعبد الله بن استشار كبار الصحابة في ذلك. أي نعم. وأجمعوا على ذلك. نعم، لأنه هو كان يضع في الحسبان رفض عمر رضي الله عنه في البداية، لذلك أراد أن ينال التزكية من كبار الصحابة، وفعلا وقعت معركة شهيرة، معركة صبيطلة سنة 28 للهجرة، وتمكن المسلمون من قتل حاكم البيزنطيين في جرجير في المنطقة. وبعد ذلك تأتي حملة ثالثة. أستاذ قبل، لماذا سمي الجيش العبادلة أستاذ؟ لأن لكثرة من يسمون بعبد الله، في عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الملك بن مروان، يعني هذه الأرض دخلها كبار الصحابة. كبار الصحابة. نعم. شكرا. إذن الحملة الثالثة كانت على يد ثالثة على يد معاوية بن حديج، نعم، في 45 حتى 47 للهجرة. هذه استنجد فيها الروم البيزنطيين أو البربر من ظلم الروم البيزنطيين، لأنهم طالبوهم بأن يدفعوا لهم مثل ما دفعوا للمسلمين في موقعة صبيطلة أو على إثر موقعة صبيطلة. الآن هذه المرحلة الأولى تسمى مرحلة الاستكشاف، تميزت بمجموعة من المميزات، منها أنها كانت تنطلق من مصر أو برقة ثم تعود إليها، كذلك ضمت مجموعة من كبار الصحابة، وكذلك أيضا من نتائجها أو من خصائصها أنها ظلت فترة طويلة. فترة طويلة، هذه مرحلة المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية تسمى بمرحلة الفتح الحقيقي والاستقرار. لماذا الاستقرار؟ لأن المسلمين في المرحلة الأولى اكتشفوا بأن عدم وجود قاعدة لهم في المنطقة أضر بهم كثيرا، لذلك قرر القائد أو الوالي الجديد على المنطقة اللي هو عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه، طبعا لأنه صحابي بالمولد، قلنا اختلف في صحبته بالمولد يعني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ولد في عصره. نعم، ولد في عام قبل الفتح. نعم. أذكر
عقبة بن نافع خاصة هذه الشخصية التي تثير كثير من الحساسية عند بعض البعض، حضر الفتوحات من بدايتها مع عمرو بن العاص. نعم. يعني له خبرة كبيرة في نعم لا, لا له خبرة، وخبرته هي التي قادته إلى ضرورة إنشاء قاعدة في إفريقيا تكون مستراحا للمسلمين ومنطلقا لجيوشهم، وكذلك مركزا لنشر الدعوة الإسلامية. طبعا هو جاء بفكرتين أو بهدفين، الهدف الأول بناء القيروان، والهدف الثاني أنه في من مميزات المرحلة الأولى أنها ركزت على محاربة الروم البيزنطيين، هو جاء بفكرة ضرورة إيصال الإسلام إلى العنصر المحلي إلى البربر، لكنه أقيل قبل أن ينفذ خطته الثانية، فجاء أبو المهاجر دينار. أبو المهاجر دينار نصف مهمة الدار أستاذ، ما هي القاعدة التي أسسها عقبة بن نافع؟ نعم، عقبة بن نافع أسس مدينة القيروان. مدينة القيروان طبعا أسسها ما بين بتونس في موضع يسمى قمونية هكذا ما بين 50 حتى 54 للهجرة طبعا، وأسس بها الجامع ودار الإمارة، ثم بعد ذلك اختطى المسلمون الدور والمنازل حولها، وستبقى يعني المركز الأول، هي أول مدينة إسلامية بنيت وشيدت في المغرب الإسلام، أول مدينة وأول مسجد أظن. نعم، حتى أول مسجد، بما أنها أول مدينة وأول مسجد شيد داخل لها، وأول طبعا مسجد. أستاذ وأنت مختص في التاريخ وعقبة بن نافع بناية القيروان، تريد قصة، هل هي غريبة أستاذ أم مقبولة؟ مع لما نادى الوحوش أن تغادر المنطقة. نعم، ما صحة هذه القصة أستاذ؟ أي ماذا صحة هذه القصة؟ الآن نحن لا نملك إلا المصادر. نعم، المصادر تتكلم عنها بجميع أنواعها، سواء المشرق أو المصرية أو حتى الأندلسية المغربية، وبالتالي المصادر تؤكد ذلك. الأمر موجود، قد تكون المبالغات قد تكون، لكن الأمر حادث. لماذا؟ لأنه ليس هذا الأمر فقط الذي حدث من الكرامات، وإنما حدث له قصة في ليبيا فارس ماء، عندما يعني في كانوا في منطقة ولم يكن ماء، فحفر فارس عقبة في الصحراء واستخرج الماء، يعني هكذا. وكذلك هناك قصة أخرى في قضية القبلة أيضا، هذه كلها كرامات تحسب لعقبة بن نافع الفهري. لذلك أنا أعتقد حتى نكونوا يعني منصفين، عقبة بن نافع على عكس أبو المهاجر دينار كان يتميز بأسلوب العنف واستخدام القوة، لكن كرامات أعتقد أن الذي حبب الناس فيها من جهة أخرى هي كراماته، لأنه كان رجلا دينا صالحا، الكل المصادر تشهد له بذلك. لعل هذه الأمور هي التي جعلت الناس يحبونه، يعني بعيدا عن سياسته يعني العسكرية، لأنه هو كان يعني رجل دين أكبر من أنه رجل عسكري، لأنه ارتكب مجموعة من الأخطاء العسكرية، لكن في الجانب الديني لا ينازع فيه. ما مضمون القصة الغريبة هذه، الكرامة هذه تاع الوحوش، مضمونها للمتابعين الكرام يعني؟ نعم، بالنسبة للعقبة بن نافع عندما يعني أراد أن يختط القيروان، وقف على الموضع الذي سيكون مقرا للمدينة أو موضعا للمدينة، فنادى الوحوش، وكان عبارة عن شعراء غابة فيها الوحوش والحيوانات المفترسة غير ذلك، فهو نادى أمهلها 3 أيام أن نحن أصحاب رسول الله سننزل في هذا الموضع، ومن ثم طلب منهم الخروج، فإذا بالوحوش تخرج تباعا، فاندهش الناس، وحتى المصادر تذكر حتى أن البربر وبعضهم أسلم لهذه الحادثة، يعني بلا سيف ولا بلا دعوة، وإنما يعني أعجب بهذا الأمر الذي لم يحدث من قبل. نعم، وهذا ما يجعل البعض يضحك من هذه الأمور، لأنه لا يؤمن بهذه الأمور الغيبيات والوحي، لأنه لا يعتقد لهذا لا يؤمن بهذه الأحداث. نعم، ولكن من يؤمن بالوحي والمعجزة يؤمن بالكرامة، وكما قلت ما دام المصادر تذكرها يعني. نعم، المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. نعم أستاذ، أقيل عقبة بن نافع، هل المصادر تتكلم عن سبب إقالته من طرف عثمان بن عفان نظم؟
المصادر المصادر لا لا ليس عثمان بن عفان رضي معاوية الله، معاوية نعم في عهد معاوية رضي الله عنه، نعم هي الإقالة هي بسبب خصومة مع والي مصر، مع والي مصر لأنه كان لا يرجع إليه في، وكان يستشير مباشرة الخليفة الأموي، فأغاضه ذلك ودبر من أجل الإطاحة به. إطاحة. وهذه أمور سياسية، نعم والحسد ما بين نعم أمور موجودة وبشرية. بشرية، نعم حسد ما بين كما يقول اصحاب المستوى، نفس المستوى. استاذ، اقيل عقبه بن نافع وجاء ابو مهاجر دينار، الاشكال لماذا اعتقل عقبه بن نافع؟ نفس الجواب الذي تكلمنا عنه من قبل، انه مع انه عقبه بن نافع انجز ما انجز، يعني نعم هو اعتقله وغير مكان مدينه القيروان الى 3 كيلومترات او لا اذكر. لماذا استاذ؟ هو ينم مباشرة على نجاح الوالي مصر مسلم بن مخلد في الإطاحة بعقبة بن نافع. مهاجر كان من موالي هذا، كان مولا لوالي مصر، وأراد أن يكافئه على إخلاصه، فأرسله إلى بدلا من عقبة، وأوصاه بأن يسيء عزله، فكبله وأدخله السجن، وكره أن ينزل القيروان، وابتعد عنها لأميال، و ابتنى مدينة في وسط البربر تكروان، هذه تقريبا من نفس المسمى للقيروان، ولعله من أصل أمازيغي. المهم بدأ الحملة. المميز ل رجع بعد زمن الخليفة، نعم رجع وشكى، لأنه تدخل الخليفة يزيد بن معاوية، تدخل من أجل إطلاق سراحه وإفاده إليه في بلاده، حيث اشتكى الأمر للخليفة. نعم الخليفة الآن. المميز لسياسة أبو المهاجر دينار أنه على عكس عقبة، هو كان لينا مرنا، يستخدم أسلوب الموادعة والاستمالة وتأليف القلوب. لذلك هو عندما خرج من القيروان إلى تلمسان من أجل ملاقاة من؟ الآن الأمر الذي أراده عقبة قبلا طبقه أبو المهاجر دينار. توقف عند القيروان أستاذ، توقف عند القيروان، قلنا لكنه الهدف الثاني، الهدف الثاني له هو أن يوصل الإسلام أو أن يتوغل بالإسلام إلى السكان المحليين، فهذا الأمر طبقه أبو المهاجر دينار، وقصد زعيم البرانس، زعيم البرانس اللي هو كسيل بن لمزم الأورابي، والتقاه بقرب من تلمسان، بنى عيونا تسمى عيون أبو المهاجر، وبعد مناوشة قليلة يعني تمكن من إقناعه واستعطافه واستمالته، وألف قلبه فأسلم كسيل وقومه. أفهم من هذا لم تكن هناك حرب، مناوشات فقط؟ نعم نعم، هو كان ميالا إلى المسالمة، لذلك استخدم هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب استطاع من خلاله ان يكسب قلوب البربر، وان يدخلوا في الاسلام يعني بالنسبه لمنطقه تلمسان. وطبعا رجع بعد ذلك، فافتتح ميلا 159 واتخذها سنه 59 للهجره، واتخذها مركزا له لمده سنتين، وهناك بنى اول مسجد في الجزائر اللي هو مسجد ابو المهاجر دينار. لنقف عند هذه النقطه استاذ، ذهب إلى ميلا في سنة 1959 للهجرة، نعم فتحها، كانت تحت حكم البيزنطيين أم كانت عند المحليين، سكان المحليين فقط؟ نعم مدينة ميلا أيضا بما أنها فيها سور بيزنطي إلى غير ذلك، فكانت فيها الحامية البيزنطية، لكن الوجود ليس بنفس الحجم الموجود في المسالح الساحلية. نعم دخل ميلا فتحها وبنى المسجد، ما قصة هذا المسجد أستاذ؟ نعم هو بطبيعة الحال الآن المسلمون كانوا يركزون على نشر الدعوة، تهيئة الأرض بالسلاح من أجل نشر الدعوة، وكذلك من الأمور التي ركزوا عليها إقامة مراكز دينية من أجل طبعا إقامة شعائر، وكذلك حتى تكون رمزا لإسلامية المنطقة. طبعا هذا المسجد أسسه عقبة أو عفوا أبو المهاجر دينار في داخل السور البيزنطي في المدخل الغربي للمدينة، على أنقاض كنيسة بيزنطية
أو معبد وثني روماني، هناك اختلاف بين الباحثين. ومحرابه بني في الحائط الأوسط أو في وسط الحائط الجنوبي للمسجد، وهذا يشبه كثيرا مسجد القيروان والمسجد الأموي في دمشق، مما يدل على أن المسجد كان قديما ويعود إلى هاته الفترة. طبعا المسجد تعرض أو كانت له توسع عدة مرات، لكن الحفريات لم تقم، لذلك الآن يستحيل أن المسجد واسع، يستحيل أن يكون في تلك المحال بذلك الحجم. هذا يعني أنه قتل التوسعة عدة مرات، لكننا قلنا الحفريات لحد الآن لم تقم به، حتى جاء الاستعمار الفرنسي فحوله إلى كنيسة عام 1837، وبعد ذلك في 1848 خربوا المئذنة، كانت له مئذنة طويلة. نعم، مئذنة طويلة طولها 62 متر وعدد أدراجها 365 درج، يعني بعدد أيام السنة، لكن الفرنسيون خربوا المئذنة وبحجارتها بنوا كنيسة في المدينة. والمسجد مازال موجود، ما زال موجود أثاره إلى اليوم. ويعني هناك نوجه دعوة كذلك للسلطة الوصية خاصة وزارة الثقافة من أجل النظر إليه، من أجل إقامة الحفريات وكذلك ترميمه. طبعا دعوة إليه يعني وجهت عدة مرات، لكن لحد الآن ما زال الأمر حبيس الأضرار. أنا أضم صوتي إلى صوتك أستاذ، لأنني زرت هذا المسجد مرتين بينهما أعوام، لكن لم أجد فرقا، ولكن والذي يدخل ذلك المسجد يتعجب كيف بني تحت أرض، تدخل تحت أرض. نعم، خاصة أنه شوه أيضا، لأنه الفرنسيين قبل في 1837 حولوه قلت إلى ثكنة، إلى ثكنة، وأضافوا إليه مجموعة من البنايات في سطحه إلى جانبه إلى غير ذلك، فشوهوا يعني صورته الأولى. هو يعرف اليوم بمسجد سيدي غانم، نعم، نسبة إلى أحد الأولياء الصالحين في المنطقة. وأنا أدعو متابعينا الكرام إلى زيارة هذا المعلم التاريخي لمعرفة تراثنا وما قدمه أسلافنا. أستاذ أبو مهاجر دينار، أسلم كسيلة، ماذا حدث بعد إسلام كسيلة؟ بعد إسلام كسيلة المسلمون ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الذي يقف أمام نشر دعوة الإسلاميين طرفان، الطرف الأول هم البربر البارانس، وتمكن أبو المهاجر طبعا، أو ليس أبو المهاجر دينار الذي تمكن، وإنما الذي سيأتي بعده عقبة بن نفس سيواجهه، ثم زهير بن قيس. لكن قبل ذلك بعد أبي المهاجر دينار جاءت حملة ثانية لعقبة بن نافع الفهري، عاد مرة أخرى. أفهم ذلك أن أبو المهاجر دينار أقيل بعد ذلك؟ أقيل هو الآخر لذات الأسباب، لأن الخليفة توفي وجاء خليفة جديد وتغير ولي مصر، ومجددا سيأتي عقبة إلى المنطقة. هذه المرة العقبة بن نافع كان حريصا على أن ينفذ خطته قبل أن يعزل مرة أخرى، لذلك قام بحملة كبرى انت وصلت حتى المحيط. نظلم الأستاذ أبو مهاجر دينار، حتى عقب من فعل المراجعة اعتقل أبو مهاجر دينار. أي نعم، كان نظلم الطرف أكيد. الذي قام به عقبة بن نافع أنه أعاد الاعتبار للقيروان، وكذلك انتقم إن صح التعبير من أبي المهاجر دينار، وكبله رفقة من؟ رفقة صديقه كسيل بن لمزم، حتى أنه غزا بهما وهما مكبلين. نعم، في حملته الطويلة إلى البحر المحيط. طبعا هو قاد حملة طويلة، البعض يشكك في هذه الحملة لأنه المدة التي استغرقتها والإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت لا تمنحه الفرصة بأن يصل حتى البحر المحيط، لأنه قاطع مجالا طويلا. نعم، يعني انتقل طبعا من القيروان حتى البلاد الزاب، ومن بلاد الزاب إلى تهرت، ومن تهرت إلى طنجة، ومن طنجة اخترق بلاد السدود سوس، حتى وصل إلى البحر المحيط. وطبعا هذه الحملة الطويلة أراد أن يبرهن للخلافة في المشرق بأنه حتى هو بإمكانه أن يقوم بالفتوح، وإنما في المرة الأولى كان مستغرقا في بناء مدينة القيروان. أستاذ، والغريب في الأمر عقوب نافع مع رغم كل هذه إنجازاته وإنجازات أبو المهاجر دينار، ولكن أولئك الذين لا يرون إلا الكأس الفارغة، يركزون على هذه النقاط الخلافية التي وقعت بين عقبة بن نافع وأبو مهاجر الدينار، وينسون كل تلك الإنجازات. نعم، لماذا هذا النظر السوداوية؟ هو في الحقيقة هذا أسلوب المستشرقين،
أسلوب المستشرقين لأنهم كانت لديهم أهداف معينة. في ورقة بيضاء هناك نقطة سوداء فينظر إلا لتلك النقطة السوداء. أعتقد أنني سأخصص نقطتين ما بعد للفتح الإسلامي بعيون استشراقية، سأتكلم عن النقطة هذه بالذات لأنها مرتبطة بالجانب الاستشراقي بالدرجة الأولى. عقبة بن نافع ذهب حتى إلى المحيط كما قال يقول. نعم، ودع الله عز وجل وقال لولا هذا البحر لخوضت مجاهدا لإعلاء كلمتك ونشر دينك إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك وهناك من أوصى إلى عليك بدعوة كفار البربر الذين يسكنون في المدينة. نعم، هو صديق شكر. نعم، أحد أصحابه يسمى شكرا تركه في أوساطهم من أجل أن ينشر الإسلام بينهم ويعلمهم أمور دينهم. على عكس الذهب في طريق العودة عاد مسرعا إلى القيروان لعله أدرك بأن جيشه قد أصابه الإرهاق، فعندما وصل إلى طبنة سمح لجيشه بأن يسبقه. طبنة هنا في بريكة. بريكة العيب في التاريخ أستاذ فعلا نقطة مهمة جدا، وأنت تقرأ كتب التاريخ أقصد المؤرخ والكتاب المعاصرين لما يذكرون هذه المناطق مثلا طبنة لا يعطيك اسم الحديث حتى تضع نفسك في المكان. طبنة أين هي طبنة؟ لما تقول لي بريكة أفهم. اي نعم، افهم التاريخ احسن. لكن نحن دائما هذا توصيه الاساتذه الباحثين لما يكتبون لا يذكرون الاسامي القديمه فقط. اي نعم، الاحسن انهم يقدمون اسامي الحديث حتى القارئ يفهم. مؤخرا صدر كتاب لا اذكر فتوح البلدان لا اذكر، يعتبر بمعنى تحديث الكتاب، الكتاب نفسه، ولكن الكاتب ماذا فعل؟ اخذ الاسامي المناطق القديمه واعطاها الاسامي اين تقع الان. نعم، لما تقرا طبنا تجد بين قوسين بريكا، القارئ يفهم احسن. احسن. نعم، صحيح. تفضل صحيح. هذا الدعوه للاساتذه الباحثين. شكرا والتفاته طيبه طبعا لانها تزيد في توضيح الرؤيه للقارئ. نعم، حتى يحب. نعم، يحب ويقرا لما يفهم بريكا يفهم في بريكا وهنا. نعم، صحيح. إذا قلنا عندما وصل إلى طبنة سمح لمعظم جيشه بالعودة يعني سريعا إلى القيروان وترك هو قليلا فكاد له الروم. ومن سياسته يقال أستاذ أنه دائما في العودة يكون في مؤخرة الجيش. أي نعم، هذا أنه القائد. اي نعم، طبعا هو التواضع، هو يريد ان يظهر لجيشه بانه معه في كل. اي نعم، اكيد. اذا قلنا سمح معظم جيشه بالعوده الى القيروان ثم هو تلكأ، فعندما علم بذلك الروم البيزنطيون تحالفوا مع كوسين بن لمزم الذي كان فر من جيشه لانه كان محبوسا مع ابي المهاجر دينار وتمكن من الفرار، كادوا له واستدرجوه نحو منطقه هدى الان في سيدي عقبة في بسكرة. نعم، فاستدرجوه الى هناك وطبعا وقعت معركة غير متكافئة، كان في 300 جندي من جيشه، والجيش الروم البيزنطيين كان كثيرا جدا فاستشهد الجميع دون استثناء، حتى ابو المهاجر دينار فكت قيوده وقال طلب منه عقبة أن يرجع إلى القيروان لكي يكون قائد للجيش، فرفض وقال له أستشهد معك. وهذه تحسب لها طلب أيضا. منه أن يعود وقال له أنا أطلب الشهادة، فقال فرد أبو مهاجر وأنا كذلك أطلب الشهادة. نعم، لست أولى بها مني. صحيح، يعني حتى مهما تكون أخطاؤهم فمواقفهم كثير تنسيك في كل الأخطاء. صحيح. أستاذ نعود إلى كسيلة، فهو مركز الحدث، بؤرة الحدث كسيلة. هناك قصة ما بين القصة بينه وبين عقبة، ما صحتها؟ قضية ذبح الكبش وتبرر الدم لحيته بالدم، ما صحتها القصة أستاذ؟ بالنسبة لهذه القصة المصادر ليست كلها تجمع على هذه القصة، مما يجعل أن تشكك إليها نوع، يكون فيها نوع من الشك. نعم، عقبة أساء الى كسيلة بن لمزم، لكن ليس الى درجه انه ان يصل الامر الى اهانته امام واذلاله الى غير ذلك. قد تكون الامور حتى ولو تحدث مثل هذه الامور قلنا هي امور بشريه، هي ليست احكام شرع وانما امور بشريه، يعني كل شخص له مميزات. لكن الاشكاليه اين؟ الاشكاليه الذين يركزون على هذه النقطه هم الذين يحاولون ان يبرروا ان الصراع بين المسلمين والبربر كان صراعا عرقيا بين العرب والبربر، ويضعون الإسلام جانبا، وهذا الأمر يعني يستغلون مثل هذه الأفوات وهذه الأمور استشرقية أيضا، أن المستشرقين يتصيدون
إن صح التعبير، سقطت المسلمين ويحاولون أن يعمموها على ماذا؟ يجعلوها قاعدة، قاعدة عامة، ويعمموها على كامل الفتح الإسلامي. نعم نحن نعترف ونقر بأن تجاوزات موجودة، الأخطاء موجودة، عمل بشري. نعم نعم، لم يكونوا ملائكة. طبيعة الحال، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قتل عقبة ما زال ضريحه في بسكرة، هو من ومن مات معه. نعم، مازال هناك يزار يزع. نعم، نعم. وحتى الماء ان المدينه تحولت الى اسمه سيدي عقبه. نعم، مدينه سيدي عقبه. نعم، لما من حمل اللواء بعد عقبه بن الفارضي وابو مهاجر دينار؟ نعم، حمل بعد الله تنازع، اختلف واستشهد معا. نعم، انه الصدق، انهم الصدق والاخلاص. نعم استاذ، مهما تكون اخطائهم. نعم، من حمل اللواء استاذ بعد؟ اذا الذي حمل اللواء بعده هو زهير بن قيس البلوي. زهير بن قيس البلوي هذا تركه عقبة وليا على القيروان عندما خرج في حملته الطويلة. الآن عندما يعني بلغ خبر هذه الكارثة، الخلافة يعني استشارت طبعا حول من يولوه، فقالوا يعني أجمعوا على زهير لأنه أشبه بعقبة في تدينه، وحملته كانت تأديبية بالدرجة الأولى. نعود استاذ، حط لك بالله، مات عقبة بن نافع، كسيلة تحالف مع الروم، حتى هناك من يشكك في اسلامه، في اسلام كسيلة، هناك من الباحثين من يشكك في اسلامه انه تظاهر في الاسلام فقط في المصادر، صحيح؟ نعم. ام لا استاذ؟ لا لا، هنا حتى كذلك نكون منصفين. نعم، نعم، نريد انصافا. نعم، لا ايديولوجية. ماذا تقول المصادر استاذ؟ نعم، التاريخ كما قلت هو الوثيق، الثقة في الوثيقة هي في الحقيقة المصادر تسكت عن هذا. نعم، القراءات البينية هي التي جعلت هذا الأمر وخلقته. لماذا؟ لأن عقبة بن نافع بعد انتصاره في تهودة انتقل مباشرة إلى القيروان. في القيروان كان مسلمون كسيلة بعد انتصاره في تهودة. نعم، انتقل إلى القيروان. نعم، وهرب من زهير. نعم، زهير أراد أن يثأر، لكن معظم الجيش الذي كان معه تثقل، فاضطر إلى المغادرة نحو برقة. هنا ماذا حدث؟ قلنا كسيلة دخل إلى القيروان، أمن أهلها، لم يؤذي المسلمين، حتى أنه عندما جاء زهير بن قيس البلوي، جاء لكي يثأر لعقبة، خرج من القيروان وقال إن بها قوما معاهدين لنا، ورفض أن يؤذيهم. إذن هذا الأمر هو أكثر يعني دلالة على إسلامه، أكثر من أنه يكون قد تظاهر. ما الذي حدث بعد ما جاء زهير، رجع زهير؟ إذن جاء زهير إلى القيروان، فخرج إليه كسيلة بن لمزم، والتقى الطرفان في موقعة ممس. موقعة ممس هذه انتصر فيها الجيش زهير بن قيس البلوي، إذا تمكن من القضاء على مقاومة البربر البرانة، وهما أحد الأطراف الفاعلين الذين أعاقوا حركة الفتوح الإسلامية. تمكن إذا زهير بن قيس من هزمه، و ثم رجع أدرجه. قتل كسيلة. نعم، قتل كسيلة هناك. نعم، قتل كسيلة في كثير من قومه، وتمكن زهير من الأخذ بثأر عقبة. بعد ذلك رجع إلى المشرق، وفي تاريخ عودته عندما وصل إلى برقة سمع بأن الروم البيزنطيين قد أغاروا على برقة، وأن المسلمين يستنجدون، فأخذ برقة في ليبيا. نعم، في ليبيا. نعم، جزء من جيشه، وذهب لإنقاذ الأسرى. وعندما وصل إلى هناك وجد جيشا روميا كبيرا. إذن كذلك معركة غير متكافئة. رغم ذلك أمر كل جنوده أن يترجلوا حتى لا يفروا، ويعني قاوموا حتى استشهدوا أيضا جميعا، فقتل زهير بن قيس. إذن ثالث قائد الحملة عقبة بن نافع استشهد، أبو المهاجر دينار استشهد، زهير بن قيس البلوي استشهد. من حمل اللواء بعد ذلك الخلاف؟ هل أفهم هذا من بأن هذه الأمة ولادة أستاذ؟ بطبيعة الحال لا، هي ولادة، وهناك إصرار
من الخلافة على ضرورة إيصال الرسالة رغم التضحيات، ما المفروض أن التضحيات الكبيرة وما خسرها المسلمون وبعض المنطقة يجعلهم يتلكؤون عن إيصال الرسالة، ولكن الإصرار على رسالة أو إيصال الرسالة إلى هذه المنطقة هو الذي جعلهم في كل مرة يقدمون التضحيات، وهذا أمر يحسب لهم في بطبيعة الحال. إذن قلنا الخلافة دخلت في نوع من الخلاف بين الزبيريين والأمويين، وبالتالي تعطلت الفتوح إلى غاية اختلاف المصادر، لكن الراجح أنه سنة 76 للهجرة كلف عبد الملك بن مروان حسان بن النعمان الغساني على رأس 40,000 جندي، هي أكبر حملة جردت لحد الآن على المنطقة، وكلفه بإعادة محاولة فتح إفريقيا. تعطلت الفتوحات في افريقيا تعطلت مرتين استاذ. نعم. مره في زمن الفتنه الكبرى عثمان بن عفان وعلي. نعم. معاويه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. وفي زمن عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. نعم. هذه من الاسباب الكبرى التي جعلت الفتوحات تتعطل في وتطول مدتها. نعم. نعم وتطول مدتها. المهم انه حسان بن النعمان عندما وصل للمنطقه سال عن اكبر قوه في المنطقه فقيل له قرطاجنه. قرطاجنه اولا الروم البيزنطيون في قرطاجنه، فتوجه اليهم في نفس السنه وتمكن من هزمهم على مرتين، وفرم الروم البيزنطيون الى الضفه الاخرى من البحر الابيض المتوسط. بعد ذلك سال عن ما بقي من اكبر القوى فقيل له كهنة. الكاهنه عند ف اتجه صوب الكاهنه. عندما اتجه صوب استاذ اسالك سؤال، هل الكاهنه كانت دوله ام ماذا؟ القبائل، مجموعه قبائل. لا هي هل كانت متحالفه مع الروم؟ هي مثلا وكسيله هذه القبائل هي تقريبا البربر في هذه المرحله لم يشكلوا اماره موحده، وانما كانوا مجموعات هكذا، وجبل الاوراس وما حوله من قبائل كانوا تحت سيطره الكاهنه وكانت تسمى ملكه، هذا يعطيها يعني بعدا تنظيميا ان صح التعبير. المهم ان حسان بن نعمان توجه صوب الكاهنه والتقى الطرفان في معركه وادي نني في طبعا نعم تقريبا في بالقرب من الاوراس الان. نعم. فطبعا التقى الطرفان، هي تقريبا بالقرب من مسكيان. مسكيان. نعم. اذا قلنا فالتقى الطرفان وانهزم المسلمون واسرت الكاهنه 80 رجلا من المسلمين. وحسن. نعم. منهم حسان، منهم خالد بن يزيد العبسي. نعم. العبسي هو الذي يعني تمكنت الكاهنه او تبنته الى جانب ولديها وادخرته الى يوم كانت تحسب له كما ذكرت المصادر. المهم ان حسانا رجع الى موراء قبس، هذه واحدة. والأمر الثاني أن الأخطر من هذا أن الروم البيزنطيين أعادوا السيطرة مجددا على قرطاجنة سنة 78 للهجرة. إذن كل ما وراء جابس غربا خارجة من السيطرة الإسلامية. إذن بقيت فقط ليبيا تقريبا فقط هي التي حاليا هي التي بقيت تحت السيطرة الإسلامية، وكله يعني خرج عن السلطة الإسلامية. هنا طبعا حسان رجع إلى منطقة في بالقرب من سيرتس ما قصور حسان اليوم. نعم. قصور حسان. فهو بقي ينتظر إمداد الخلافة. الخلافة تأخر إمدادها حتى أواخر عام 81 للهجرة. بمجرد أن وصلت الإمدادات من الخلافة دخل حسان وقصد الكاهنة مباشرة في جبل أوراس، لكن هنا حدثت تطورات أن الكاهنة ظنت بأن المسلمين يريدون المدن والذهب وإلى غير ذلك، فقامت بتخريب العمران. هذا أدى إلى انفضاض أتباعها عنها. بالعكس هناك من البربر من اشتكوا حسان يعني وطلب أحاقت كل الثمار كل الأشجار. نعم هي قالت نحن لنا المزارع وكذا، والمسلمون يريدون المدن والفضة والغلات إلى غير ذلك، فقالت حتى يعني تقطع لهم أي أمل في المنطقة، فخربت يدها بيدها. ظنت كما ظنت بيدها بيدها. ظنت كما ظنت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا أهل قرية دخلوا قرية أفسد جعلوا أهل نعم
عادلة وكذلك يفعل. وكذلك يفعل. إذا هنا بالنسبة للصراع في هذه المرحلة، الكاهنة مرة أخرى اصطدمت بحسان، لكن هنا الآن الموازين اختلت واستطاع حسان أن يهزمها هذه المرة ولاحقها حتى قتلها في موضع سمي فيما بعد باسمها اللي هو بئر الكاهنة. موجود الآن بئر الكاهنة؟ لا موجود، نعم في المنطقة دائما، نحن في جبل الأورس دائما في ضواحي جبل الأورس. الآن حسان بعد قضائه على الكاهنة، الآن بلاد المغرب دانت واستكنت، البربر البرانس قضي على مقاومتهم، كذلك الروم البيزنطيين طردوا، والكاهنة أميرة جراوة وهي كانت تدين باليهودية حسب المصادر، وهنا كما نقول بأنها وثنية كذلك انهزمت. فالآن المنطقة صارت تحت سيطرة المسلمين. هنا حسان بدأ يفكر في تنظيم الولاية، ولاية إفريقية، ووضع لها الدواوين، وكذلك عين العمال، وكذلك نظم الدعوة الإسلامية. لذلك نقول أن الفتح الحقيقي لبلاد المغرب كان على عهد حسان بن النعمان، هو الفاتح الحقيقي. كثير من الباحثين يؤكدون ذلك، لأن من سيأتي بعده في المرحلة الثالثة هي مرحلة استكمال الفتح، هو يتضم فاتحا واحدا اللي هو موسى بن نصير. موسى بن نصير هدفه كان استكمال الفتح والقضاء على جيوب المقاومة، بدأ بمنطقة إفريقية، ثم بعد ذلك انتقل المغرب الأوسط مع صنهاجة وكوتامة وكذلك هوارة، وبعد ذلك انتقل إلى المغرب الأقصى، يعني في جهات ثلاثة، ابن أحد أبنائه في الجهة الجنوبية، وزرع في الوسط نحو جبال درن، وتوجه هو إلى السوس الأدنى بالقرب من طنجة. مميز لسياسة موسى بن نصير أنه استخدم نفس السياسة التي كان يستخدمها حسان، وموسى بن نصير استخدم نفس طريقة أبو المهاجر دينار، الليونة مع تودد نعم وتودد إليهم وتقريبهم إلى غير ذلك، فنجحوا نجاحا باهرا، وطبعا استكمل فتح المنطقة. إذن وهنا يبدأ التفكير دائما في حماية ثغر. الآن كنا نحمي ثغر مصر، الآن سنحمي ثغر بلاد المغرب، فننتقل إلى الأندلس. إلى الأندلس. أستاذ ذكرت عقبة بن نافع، أبو المهاجر دينار، زهير بن قيس البلوي، حسن بن النعمان، موسى بن نصير. أين عقبة بن نافع؟ أين طارق بن زياد؟ طارق بن زياد الآن الذي أثار ضجة في رمضان في مسلسل، نعم أذكر عنوان مسلسل الأندلس. نعم طبعا طارق بن زياد في هذه المرحلة كان ضمن جيش عقبة بن نافع الفهري، عقبة عفوا موسى بن نصير. الآن موسى بن نصير اتجه بعد استكمال فتوحاته اتجه شمالا نحو طنجة، وتمكن من فتحه أو من فتحه عفوا، وكان تحت سلطة القوط الغربيين، يعني اللي كانوا مستقرين في شبه الجزيرة الإيبيرية، يعني الإسبانيون والبرتغاليون. المهم أنه بعد فتح ترك ابنه مروان كحامي على رأس الحامية هناك، رفقتها طارق بن زياد. الآن مروان بن موسى بن نصير لم يستطيع أن يقاوم لا ليس القوط، وإنما ظروف الرباط أرهقته، فتعب فلم يخلق لها نعم لم يخلق لها، فكلف موسى بن نصير طارق بن نائبه زياد. طارق بن زياد الذي سيكون له شأن عظيم في نقل الإسلام إلى الأندلس. وهنا نقطة مهمة جدا أريد أن أشير إليها، أنه ترك مع طارق ماذا 17 مقرئا وفقيها من المسلمين يعلمون المسلمين أمور دينهم. نعم أمور دينهم، وإذا الأمر لم يكن سيفا، وإنما السيف كان لتهيئة الظروف من أجل لم يكن غزوا. نعم لم يكن غزوا. الآن هنا سأتكلم عن نقطة كذلك مهمة جدا جدا، لأنه يثيرونها كثيرا التنويريون إن صح التعبير. هذه النقطة تنويرون بين قوسين أستاذة، تنويرون بين قوسين. نعم نعم أكيد، حتى لا لأن النور لا أظن يملكون نور. أي نعم نعم تفضل أستاذ.
أكمل أكمل النقطة. إذا النقطة هذه بالذات الآن، ما نمط الإسلام الذي اعتنقه البربر في هذه المرحلة؟ أستاذ قبل نصل للنقطة هذه أستاذ، حتى نكمل الحديث، طارق بن زياد الطائفي أستاذ والله من ميلان، صار ضجة حول نسبه أستاذ. شوف بالنسبة، هناك من يقول مغربي، هناك من يقول نعم. جزائري، هناك من يقول تلمساني، هناك يقول من. الآن أنا بالنسبة لي في هذا الأمر عندي نظرة خاصة. أولا طارق بن زياد في هذه المرحلة كان قائدا إسلاميا، هو ملك لجميع المسلمين، هذه واحدة. لماذا أثير حول هذا الجدل؟ لنظرا للعمل الجليل الذي قام به هو فتح الأندلس. لكن الآن مساعي خلق أيديولوجيات محلية قومية جعلت الناس يتنافسون على الرموز. نعم. عندما تنافسوا على الرموز وقعنا في هذه النقطة. الآن المصادر، هذا المسلسل في رمضان أثر ضجة كبيرة. نعم، ومن بين الوسائل المستخدمة في بناء القوميات المحلية هي المسلسلات، وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. الذي يهمنا أن المصادر، أنا أتكلم بالمصادر، المصادر هي التي تحدد. المصادر ماذا تقول؟ تقول هناك من يقول بأنه عربي ليثي أو صدفي، هناك من يقول بأنه أمازيغي أو بربري على اختلاف الوزنات أو بتدقيق من نفزاوة، وهناك رأي أضعف اللي هو أنه فارسي من همذان. الآن عندما نتكلم عن يعني الأصل الحقيقي، في الحقيقة المصادر لا تمدنا بشيء، هل هو جزائري أو تونسي أو مغربي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن إذا أردنا أن نحدد مضارب قبيلة نفزاوة حتى نعرف إلى أين ينتمي، نفزاوة موجودة من منطقة الأوراس حتى الجريدة التونسي، وموجودة في منطقة المغرب في الريف المغربي. الآن لابد علينا أن نضع خريطة دقيقة لتوزيع القبائل في المرحلة التي وقع فيها الفتح أولا، والأمر الثاني هل يمكن تحديد ذلك؟ لا يمكن، لأنه المصادر غير موجودة، وبالتالي لن نستطيع أن نجد جوابا شافيا إلا إذا ضبطنا هذه الخريطة، وكذلك إذا بحثنا في سلسلة نسبه. ومع رغم هذا وذاك، أنا ماذا أقول؟ أقول بدلا من أن نبحث عن أصل طارق بن زياد، لماذا لا نفكر في أن ننجب طارقا جديدا، نعم طارقا جديدا لاستعادة فردوسنا المفقود في الأندلس. هذا هو الأصل. نحن مع طارق بن زياد والفردوس المفقود، هل فعلا طارق بن زياد أحرق السفن أستاذ؟ القصة المشهورة في الحقيقة لما رحل إلى الأندلس ووصل إلى الأندلس يقال أنه أحرق السفن وقال وراءكم من ورائكم البحر، أمامكم العدو وراءكم البحر، هل قصة حقيقية؟ أنا أسطورية، أنا أميل إلى اختلاقها. نعم، حسب ما قرأت منهم عبد الرحمن الحجي رحمه الله يقول أنها مختلقة. نعم هي مختلقة جدا. لماذا؟ لأنها متكررة من قبل، وقعت مع الأحباش، وكذلك وقعت مع الفرس، وتكررت مرة أخرى مع طارق بن زياد. الآن المسلمون في بداية الأولى لا يمتلكون أصلا أن تحرق مجموعة من السفن، من الذي سيعوضها؟ كذلك إذا وقع الانهزام كيف يكون تراجع؟ إذا المجموعة من الأمور التي تفند هذا الأمر، ولكن هي طبعا تمجيد الفتوح واقع كما قلت مبالغات. نعم هناك مبالغات، وهذا الأمر موجود ولا ننكر، كما قلنا هو تاريخ بشري بطبيعة فيه ما فيه. أستاذ نعود إلى النقطة التي أثرتها، طبيعة الإسلام الشعوب المحلية. نعم شكرا، هذه النقطة مهمة جدا. نعم. جدا في هذا المجال. لحظة مليح، الآن إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نربطه أولا بماذا؟ أن نربطه بموقف العنصر المحلي من الإسلام. نعم. ومن الفاتحين. ماذا تقصد العنصر المحلي؟ البربر؟ نقصد دائما البربر، مصادرنا القوى القديمة تقول البربر بدل من الأمازيغ تقول البربر، ونحن دائما تماشين مع سياق تاريخي نقول البربر هذا، لكن لا ينفي أمازيغيتهم. نعم. طبعا قلنا بالنسبة للموقف العنصر المحلي. الآن إذا أردنا أن نتكلم عن موقف العنصر المحلي نجده على وجهين، هناك الموقف الفردي أو شبه الجماعي، وهناك الموقف العام. بالنسبة للموقف الفردي أو شبه الجماعي، نلاحظ أنه من خلال حركة الفتوح الإسلامية تتبعها نجد أن هناك من شارك في الفتوح الإسلامية بداية من ليبيا، هناك كذلك من البربر من ساكن المسلمين في القيروان، وهناك من البربر أيضا من شرك أو
شارك في عملية الفتوح الإسلامية، خاصة مع طارق بن زياد، وكذلك مع قلت مع حسن بن النعمان، وكذلك مع موسى بن نصير. الآن هذه الأمور موجودة. إذن نعم نعم، مؤشر الأسلمة لم يكن كبيرا. لماذا؟ لأن هناك مشكل لغة، وكذلك مشكل التوتر، لم تتهيئ الظروف من أجل أن ينشر الإسلام يعني عن طريق الدعوة إلى غير ذلك. حالة كل جديدة. نعم، هذا حالة كل جديد. نعم، بطبيعة الحال. إذن هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو الأهم، الموقف العام. بالنسبة للموقف العام، البربر في البداية وقفوا موقف حيادي، لأن الصراع كان بين من ومن؟ كان بين الروم والبيزنطيين وبين المسلمين. لكن عندما غير المسلمون استراتيجيتهم نحو البربر، كان لابد عليهم أن ماذا؟ كان لابد عليهم أن يبينوا موقفهم. وموقفهم تشكل في صورتين. الصورة الأولى مع أبو المهاجر، مع أبي المهاجر دينار، حيث أنه ألف قلوبهم فدخلوا في الإسلام، ويعني كان أمر إيجابي. أما الحالة الثانية في حملة عقبة الثانية، عندما استخدم معهم القوة والعنف، ثاروا وتمردوا وكادوا له حتى استطاعوا أن يقضوا عليه. إذن بشكل عام هناك تصورا، أنا أعتقد شخصيا بأن الطرفين كان في حاجة إلى وقت وإلى فضاء للتعرف على بعضيهما. البربر لا يعرفون كنه الرسالة التي جاء بها المسلمون، المسلمون لم يعرفوا طباع البربر إلا بعد أن حاربوهم. وبالتالي هنا المسلمون أيقنوا بأن أحسن وسيلة طبعا إسلام البربر تودد. هي التودد، المسالمة، إقناعهم بأنهم شركاء وليسوا تبعا، إشراكهم كذلك في التوسع، منحهم القيادات. وفعلا هذا وقع في عهد حسان وفي عهد موسى بن نصير، ومنحهم قيادات يعني القبائل البربرية المشاركة في عملية الفتوح. الآن بهذه الطريقة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن محدد العلاقة بين البربر والمسلمين هو الأسلوب الذي سلكه الفاتحون معهم. إذا كان لينا وديعا نعم فيه مرونة، مالوا إليهم وأقدموا على يعني الاستعاء ودخول في طاعة المسلمين والدخول أيضا في الإسلام. أما إذا حدث العكس، استخدموا القوة معهم ولم يقيموا لهم اعتبارا، فاروا وتمردوا وكادوا للمسلمين. الآن جاي البيت القصيد. الآن طبيعة الأسلمة التي حدثت في هذه المرحلة. بالنسبة لطبيعة الأسلمة في هذه المرحلة، البعض يقول بأن البربر لم يسلموا وإنما انخرطوا في السلطة السياسية للمسلمين. هذا الأمر صحيح، صحيح في شق كبير منه، لكن هذا لا يجب جهود المسلمين في المراحل السابقة. قلنا هناك من شارك في الفتوح، هناك كذلك من سكن المسلمين في القيروان، كذلك لا ننسى تصاهروا. نعم تصاهروا، وأيضا في القيروان قلنا أنشئت لغرض الدعوة، كذلك عقبة بن نافع ترك زميله شاكر من أجل نشر دعوة بين البربر، كذلك حسن بن عمان المشهور بالأمور التنظيمية لم يهمل أمر الدعوة، أيضا كذلك موسى بن نصير ترك 17 من الفقهاء والمقرئين لتعليم البربر. كل هذه الجهود لا ننكرها. إذن هو ليس فقط الذي هو كائن أن مؤشر الفتح كان بطيئا، لكن بعد ذلك بعد خاصة مع الفتن التي وقعت في نعم. المشرق يعني نعم بين معاوية وعلي نعم. وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. نعم، إذن بعد أن استكمل الفتح تحول الأمر. الآن انتشر الجانب الدعوي، وصار حتى البربر هم يدعون أقوامهم، وبالتالي بدلا من أن يكون العرب هم الدعاة فقط، صار البربر أيضا الذين أسلموا صاروا يدعون أقوامهم إلى الإسلام، فبدأ ينتشر الإسلام أكثر، وبدأت المنطقة تأخذ هويتها البربرية الإسلامية، وهذا هو الأساس. إذن نعم الأسلمة كانت في البداية انخراط سياسي، لكن لا ننكر أن وجود
يعني جانب دعوي، والأمر له ما يبرره هي مشكلة اللغة، والمشكل الآخر عدم تهيئ الظروف الكافية يعني والمساعدة على نشر الدعوة يعني عن طريق الدحت. أستاذ فتح الإسلامي بعيون استشراقية، المستشرقون هم الغرب الذي يقرأ الشرق، أي نعم، خاصة الشرق الإسلامي، كيف نظر المستشرقون لفتح الإسلام؟ أي نعم، هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة ل الاستشراق نظر في كل أمور المسلمين وأعطى نظرته بعيون النعم. نعم، لا ننكر أن المستشرقين قدموا يعني دراسات جيدة، وكذلك أنهم يتميزون عن المسلمين بمناهجهم الدقيقة وبتنويع تقنيات مساءلتهم للنصوص المصدرية، لكن وقدموا طروحات كذلك متميزة، لكن لا بد أن لا ننسق وراء جميع الأفكار والطروحات المتميزة، لأن المستشرق لم يستطع أن يتخلص من عقدة تمجيد، نعم، تمجيد الغرب ومحاولة إزالة أي أثر للمسلمين في المنطقة. إذا ربطنا الأمر بالفتوح الإسلامية لبلاد المغرب، نجدهم يعني لهم عدة مواقف في هذا الأمر، من بين أول موقف يمكن أن نربطه بالنسبة لأسباب الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، هم يركزون على الجانب المادي وينكرون تماما الجانب الروحي، أن المسلمين جاءوا برسالة يعني في هذا المجال، النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا من آرائهم كذلك أنهم يرون بأن الإسلام، أن الإسلام أو الفتح الإسلامي للمنطقة هو احتلال، وأنهم كانوا يتصيدون السقطات التي وقع فيها الفاتحون ويحاولون تعميمها على الفاتحين المسلمين ككل، ووصفوا المسلمين بأنهم نهاب، جاءوا نهابا غزاة ولم يأتون أو لم يأتوا ب يعني لنشر الرسالة الإسلامية. كذلك من بين النقاط كذلك التي يثيرها المستشرقون أيضا، يقولوا أنه دخول البربر في الإسلام أو موقفهم من البربر تغير في ازدواجية للمعايير. في البداية عندما وقف البربر ند للند أمام المسلمين كانوا يقولون أنهم أبطال ووطنيين وقوميين إلى غير ذلك، لكن عندما انهزم البربر وبدأوا ينخرطون في الإسلام وفي الدعوة الإسلامية، ماذا حدث؟ صاروا يصفونهم بالبدائية والبداوة وأنهم أشبهوا بالعرب، لذلك اعتنقوا الرسالة التي جاءوا بها. كذلك من بين الأمور أيضا التي لأنه المعروف أن البربر في البداية الأولى كانوا كثيري الارتداد عن دين الإسلام، برر أحد المستشرقين ذلك بأن المسلمين كانوا ينظرون إلى بلاد المغرب بأنها أرض غنيمة وخزان للعبيد، بقرة حلو، فعندما يأتي المسلمون أو تفاديا للنهب وكذلك الاستعباد كانوا يظهرون إسلامهم، فإذا رحل المسلمون عنهم عادوا من جديد. نعم، هذه قد ترتبط في البداية الأولى، لكن أنا أربط الأمر بالجهل بحقيقة الرسالة التي جاء بها المسلمون، لماذا لم يفعلوا ذلك فيما بعد؟ ثامن، إذن هذه نقطة كذلك. ونقطة أخرى مهمة جدا، كودال يقول بأنه السبب الرئيسي وراء استماتة البربر في الدفاع عن أرضهم ليس مع المسلمين فقط، وإنما حتى مع باقي الوافدين الآخرين، قال بأن البربر دائما يرتابون في الآخر، لا يستكنون إليه، يؤثرون حياة الاستقلال، ولا يقتنعون حتى أو لا يتنازلون بالإقناع، وإنما لابد أن تضع السيف أيضا، أي لابد أن يكون حاضرا. يعني هذه من بين الأمور التي كانوا يقولون. ونختم بقضية، البعض يقول بأن الفتح الإسلامي للمنطقة ما هو إلا هو انتصار حربي، ويعني قللوا من شأن يعني الرسالة التي حملها المسلمون. على الأرض كلها مسلمة، كيف انتصارات حربي فقط؟ الأرض كلها مسلمة، 14 قرن. ورغم ذلك دائما أنا أحكم بعين العصر، أحكم بعين، وهذه من السلبيات، من الخطأ
أن تأخذ أفكار معاصرة، رؤى معاصرة، وأن تطبقها على ظواهر ووقائع في العصر الوسط، لأن الأحداث تختلف، منتجات الحدث في ذلك الوقت يختلف عن عصرنا، الأفكار في ذلك الوقت السائدة، التقاليد، الأعراف كلها اختلفت وتطورت. وبالتالي إذا أردنا أن نحكم بدقة على ظاهرة أو واقع يعني أو حدث تاريخي، لابد أن ننتقل نحن إلى ذلك العصر، ولا ليس العكس، أن ننقل ذلك العصر إلى وقتنا ونريد أن نحاكمه بفكرنا المعاصر. هذا يفعله التنويريون والمستشرقون، يحاكمون العصر السابق بعصرنا الآن. أستاذ، بقى نقطتان. النقطة الأولى من مقالتك هاتي: مقاومة بربر المغرب الأوسط للفتوح الإسلامية، مقاربة منهجية إحصائية. ما الدافع اللي كتبت المقال؟ وهناك أشرت نقطة مهمة إلى قضية مصطلح المقاومة، أنه لم يستعمل من قبل، يستعمل الآن فقط تتوازيا مع فكرة القومية والعرقية. نعم، بالنسبة أنا كتبت مقاومة لأن المقال قدم في إطار مقاومة الجزائرية عبر العصور، هذه واحدة. الأمر الثاني، أردت من خلال هذا المقال كما تلاحظ أنه استخدمت الجانب المنهجي الإحصائي، لأنه معظم الأبحاث تركز على الجانب السردي والوقائع والتحليل إلى غير ذلك. أنا أردت أنا في عمل إحصائي أن أستخرج، فوجدت أن جبل الأوراس كان أكثر مقاومة، أن زنة كذلك كانت لها حضور قوي، أن الجهة الشرقية من المغرب الأوسط كانت الأكثر مقاومة، وقدمت المبررات. لذلك طبعا هذا ما جعل يعني المقال يختلف نوعا ما عن باقي يعني الدراسات التي قدمت في هذا المشهد. خلاصة المقال، قبل ذلك قضية سؤال المقاومة نسيته. بالنسبة المقاومة، مصطلح المقاومة في المصادر، أنا تتبعت المصادر التي تكلمت عن المرحلة، لم أجد حضور لكلمة مقاومة، وإنما في جدولين كما يعني ذكرت يقول لك خرج له، لاقاه، التقى الجمعان، كذا، لا توجد لفظ مقاومة هكذا مباشر، وإنما متى حضر لفظ المقاومة؟ حضر عند المستشرقين، لأن المستشرق كان يعتبر أن الفتح الإسلامي احتلالا، بطبيعة الحال أن الذي يقابل الاحتلال هي المقاومة، لذلك جاء استخدام هذا المصطلح وتفشل. لكن في المصادر فلا نجد حضورا للفظ المقاومة. هل أرض المغرب العربي أرض الصلح أم أرض العدوية أستاذ؟ بالنسبة للأرض المغرب أو بشكل عام بلاد المغرب بشكل عام، اختلف يعني الفقهاء هنا، الأمر فقهي بالدرجة الأولى، لكنه ينبني على الجانب التاريخي. للجانب التاريخي، لماذا الجانب التاريخي؟ لأنه الآن الذي يقرر هنا الأرض أن الأرض فتحت صلحا أم عنوة هو الذي شارك في، هو الذي قاد الحملة. هل قدمت الاختيارات الثلاث؟ ما كيف كان موقف الآخر إلى غير ذلك؟ وعليها ينبني الحكم. الآن بلاد المغرب هناك من يقول بأنها أرض عنوة كالإمام مالك وابن القاسم، وهناك من يقول بأنها أرض صلح، وهناك صلح يعني صالح أهلها الفاتحين، وهناك من يقول بأنها أرض مختلطة، ولكن هناك رأي ثالث أو رابع يقول لابد من الوقف في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يثبت شيئا في ذلك، منهم ابن أبي زياد القيرواني والإمام سحنون وكذلك الداودي صاحب كتاب الأموال. إذن هي، وهناك يعني هذا الأمر جمعه الونشارسي في كتابه المعيار، قال قيل صلحا وقيل هي أرض صلح وقيل هي أرض عنوة بعد حرب. نعم بالحرب، وقيل أنها أن التفصيل بين السهل والساحل، بين السهل والساحل، لأن السهل أكثر انفتاحا وبالتالي المقاومة فيه تقل. سؤال الأخير أستاذ، كيف فتحت مدينة سطيف؟ كيف دخل الإسلام مدينة سطيف؟ طبعا بالنسبة إلى الآن ونحن في مدينة نعم كيف أصبحنا مسلمين. نعم، بالنسبة للفتح الإسلامي لمنطقة سطيف، هناك
صنفان من الروايات التي يمكن أن نستند إليها. النقطة الأولى مرتبطة بمجال مسار الفتوح الإسلامية. الفتوح الإسلامية ركزت على كبرى المدن، وكذلك تفادت الطريق الساحلي والمناطق الجبلية. الآن بلاد كتامة بشكل عام، بلاد كتامة كانت جبلية ولم تكن من الخطوط الأولى للفتح، لذلك المسلمون لم يلتفتوا إليها. كتامة تمتد، لماذا كتامة؟ لأن سطيف كتامية، ودائما كتامة تمتد من جبال أو من بجاية غربا حتى بونا أو عنابة شرقا، يعني هذه كلها كتامة. هنا يعني خاصة كتامة الجبلية اللي تنتمي لها منطقة الطيف، لم يثبت في المصادر أن المسلمين وجهوا إليها حملة مباشرة. وبالتالي نستنتج بأنه بعد فتح الزاب وكذلك إخضاع جبل الأوراس، أن الطيف يعني أسلمت طواعية، يعني بدون حرب، وبالتالي هي تندرج ضمن الأرض، ليس الصلح، الصلح أن تحارب ثم تصالح، هي أرض أسلم عليها أهلها، أرض دخلها، يعني الأرض التي أسلم عليها أهلها هي الأرض التي أسلم أهلها من دون أن يحاربوا المسلمين، فحكمها أن ما بأيديهم هو ملك لهم، أموال وعقارات، وبالتالي أرضها هي أرض عشرية وليست أرض خراج. فهمين؟ إذن هذه النقطة، إذن سطيف لم تسلم هكذا عن طريق حرب، وإنما طواعية، يعني نتيجة لسيطرة المسلمين على المناطق الكبرى المجاورة لها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك رواية لكتاب يسمى فتح إفريقيا. كتب فتح إفريقيا هذا للواقدي، الواقدي توفي سنة 207 للهجرة. ماذا يقول؟ يقول بأن هناك غزوة وجهت إلى الطيف، إلى الطيف بقيادة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في زمن معاوية بن أبي سفيان أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الطيف في هذه المرحلة كانت نصرانية، كان يحكمها ملك، واستبسل في الدفاع عن مدينته أمام المسلمين، وبعد ذلك دخل في الإسلام وأنشأ المسلمون بها مسجدا وعينوا قاضيا وعين ذلك الحاكم أميرا عليها. لكن الآن سؤال، الكتاب الواقدي هذا مشكوك في نسبته إلى الواقدي. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يتكلم عن مدن، عن فتح مدن لم تؤسس بعد، كمراكش مثلا هي لم تؤسس بعد، وهو يتكلم عن فتحها، وكذلك أسلوبه قصصي يختلف عن الأسلوب الذي عاهدناه الواقدي، وبالتالي هذه الرواية مشكوك فيها، وهي أكثر يعني موضوعة أكثر. وعموما يمكن أن نقول أن سطيف قد تكون دخلت في نهاية في الفتح الإسلامي، نهاية فترة حسن بن نعمان، أو في أوائل مرحلة موسى بن نصير، يعني في مرحلة استكمال الفتح. نحن مسلمين الحمد لله. نشكرك متابعينا الكرام، نحن نصل إلى نهاية هذا العدد، نرجو أن تكونوا استفدتم مع أستاذنا الكريم الذي كان فصيحا شيقا في تلك كلامه وثبتا من معلوماته. نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله. المجد والخلود شهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.